السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا احنا لسه شغالين في منتجات العيد. النهارده هنعمل الصابليه. الصابليه عباره عن كيلو دقيق، برضو بنفس المكاييل اللي احنا شغالين فيها، كيلو دقيق عليه كوبايه ونص سمنه، 3 بيضات، ذره ملح، كوبايه ونص سكر بودره. تمام، هو دي المكونات بتاعتي، مش هزود عليه. بس هو ال3 بيضات هحط عليهم بس الايه، الكيس الفانيليا دوت عشان اشيل الزفار. تمام، هنروح بقى واخدين نازلين بالبيض، تمام، وهنضربه بالمضرب لحد ما ياخد قوام. وهنا كده دلوقتي طبعا بعد ما اديت البيض ضربة جامدة، طبعا هنزل بالايه، بالسمنة بتاعتنا. عندك زبدة حطي، عندك سمنة حطي، يعني عادي. ماشي، هو ميزة الصابلين ان هو بيبقى قوامه متماسك. يعني نزلت بالايه، بالكوباية ونص سمنة او كوباية ونص زبدة حسب ما انتي متوفر عندك، ما تعمليش عقبة لنفسك. تمام، طبعا انا بعد ما نزلت بيهم كده هدي وراهم الايه، الكوباية ونص سكر اهم، وهفضل بقى اضربهم ضرب بقى. يلا ربنا يقوينا. هبعد الصوت عنكم. طبعا احنا ضربنا اهو، وهننزل بجزء من الدقيق. وهنا العجينة اهي، بصوا بقت قوام العجينة جميل جدا جدا، مش محتاجة اي حاجة اهي. هنروح بقى نشكل الصابليه واوريهولكوا واحنا بنشكله. بصوا هنا ده تشكيل شكل، طبعا الصابليه ليه كذا شكل، احنا بقى بنشكله بالمكنة دي على اساس ان انا عايزة اعمل فيه فكرة ان انا اعمله بالشوكولاتة الفرماسية. فاحنا ممكن نروح عاملين كده، ندي تجويف كده، بصوا في النص كده التجويف اللي هندخل فيه الشوكولاتة بتاعتنا. بصوا ايه، هنزل عليها بقى ايه بالشوكولاتة كده في الاماكن الفاضية دي. بصوا كده بنفتح الوسط بتاعها بقمح اهو، عشان تقدري ايه تبيني الحشو بتاعك اللي انت هتعمليه. طبعا دي فكرة لو انت اصلا مش عندك مثلا اشكال ان انت تعملي بيها. بصوا الفكرة، الفكرة دي جامدة، فتحتها من بعضها. بصوا بصوا بقى الحاجات اللي بتطلع بتخش في الام. بصوا برضو الفكرة دي تاني اهي معاكم. فكرة الصابلين هو بيبقى مفتوح من الوسط. اهو هتعملوا بقى بالمنظر ده واخلص الكمية وارجع. العجينة زي ما انتوا شايفين اهي، بنعملها على ورق الزبدة. هحاول ان انا ايه ارفعها زي ما انتوا شايفين كده اهي. بحاول افردها عشان العجينة بتاعت الصابليه بتلزق طبعا شوية اهي، فما ينفعش نتعامل معاها معاملة الايه الكحك. طب ليه مختلف؟ بصوا عشان تاخد نفس السمك. طبعا ايه، هنشيل ورقة الزبدة ونبدأ بقى ايه نتعامل معاها. بصوا الشكل
هي المشكلة بس ان الايه العجينة كانت عايزة تدخل التلاجة شوية. طبعا عندنا شكل كمان، ممكن شكل القمر ده مثلا، اهو بصوا الشكل. اي قطعة عندك تشتغلي منها الشكل اللي انت عايزاه. بصوا كده عجينة الصابلي اللي هي مجوفة من الوسط، بصوا الشكل. هسويهم وارجعلكم. بصوا بقى، وهي دي كمية الصابلي اللي احنا عملناها، اتمنى تعجبكم. بصوا الشكل وبصوا التزويق بتاعه، بصوا اتمنى تعجبكم. وما تنسوش الاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم. باي باي.